مسلسل رحاليات الان كيشاهدوا الجمهور المغربي في قناة الاولى، مسلسل من اخراج الاستاذة جميلة البرجي وسيناريو الحاج احمد بو عروة. تجربة زوينة، تجربة جديدة في المسار ديالي التلفزي اللي اشتغلنا فيها مع واحد المجموعة من الفنانين كبار اللي انا شخصيا كان ليهم كل الاقتداء، كان ليهم كل الاحترام والتقدير، يعني من جيل الرواد، من يعني الجيل المخضرم، وايضا واحد الجيل ديال الشباب. اشتغلنا بواحد الحب كبير، واحد كنا كنتميو العائله وحده، يعني كنهضرك على اجواء التصوير بعد قبل كاع ما يدوز للبث، كانت اجواء جميله ورائعه جدا. انا كنقوم بتجسيد شخصيه فتيحه اللي كتجمع بزاف ديال الصفات، وعندها بزاف ديال التلوينات الدراميه في المسار ديالها. شخصيه شيئا ما مركبه، لان كنشوف فيها شويه النصب، شويه ديال الاحتيال، كنشوفوا الحب، كنشوفوا الحنان، كنشوفوا المكر، كنشوفوا حب الوطن، كنشوفوا المقاومه. يعني عندها واحد المسار غريب ومتميز داخل المسلسل كما كتشوفوا، مازال بزاف ديال الاثاره والتشويق. وسعيده انني انضميت العائله ديال هذا المسلسل، وسعيده ايضا بنسب المشاهده الكبيره، بحيث ان الجمهور المغربي استقبل المسلسل واحد الاستقبال جميل ورائع. وكنتمنوا دائما نكونوا عند حسن ظن الجمهور المغربي، وفي بعض الاحيان الى غلطنا ولا كانت شي حاجه خارج عن ارادتنا، كنتمنوا دائما ان الجمهور يكون سموح وما يقصاش علينا بزاف. احنا دائما كنطمحوا اننا نعطيوه الافضل دائما ودائما. رمضان كندوزو عادي كاي امراه مغربيه، كاي زوجه مغربيه، كاي ام مغربيه. كتكون واحد الطقوس خاصه في رمضان بطبيعه الحال. العائله المغربيه كتجمع على مائده الافطار، بحيث ان في باقي الشهور ديال السنه كيكون واحد شويه ديال الشتات في العائله، كيجي رمضان كيجمعنا، دونك شويه ديال المطبخ، شويه ديال رمضان تيكون بزاف ديال المطبخ ماشي غير شويه، دونك ما بين الكوزينه، ما بين الاسره، ما بين زياره الاقارب، ما بين شويه ديال العباده، باسكو رمضان كتكون فيه كيكون عنده واحد الجانب روحاني سبحان الله العظيم غريب جدا. فبحالي بحال اي امراه مغربيه، شويه 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 من كل شيء، وسبحان الله دائما كيجي رمضان يخرج عاد ما كنسخاوش به، عاد كنولفوه. وكنتمنى وان شاء الله ربي ينزل علينا السكينه والطمانينه في هذا الشهر المبارك الكريم. كنتمنى ان الشعب المغربي يبقى دائما شعب طيب، لان الاصل فينا حنايا كمغاربه حنا شعب طيب، الشعب اللي دائما معروف علينا الاخاء والتآزر وما كنفوتوش بعضياتنا. مؤخرا بدينا كنشوفوا شويه الزمان قصاح، ولينا كنشوفوا شي سلوكيات غريبه شي شويه اللي ماشي ديالتنا. كنتمنوا اننا نرجعوا كما كنا، كنتمنوا الحب يعاود يطغى، كنتمنوا ان شويه الانانيه تطفى، كنتمنوا ان نرجعوا متحدين كما كنا، الجيران، الاسره، الاقارب. دابا ولينا كنشوفوا يوميا فضيحه، الفضائح فاش كتجي شي مرات كتصدم من الهول ديال داكشي اللي كتشوف في اليومي ديالك. ولكن ما كنقول هادشي ماشي ديالنا، ما كيشبهناش حنا كمغاربه، ما دايرينش هكا. شنو وقع؟ شنو الاسباب؟ الضغط، مشاكل اقتصاديه، مشاكل شنو؟ ما خصنا نتغلبوا على هذا الشيء، غير نرجعوا للاصل ديالنا، نحاولوا نستحضروا الاصل الطيب ديالنا، ونحاول حنا نقدروا نتجاوزوا بزاف ديال المشاكل اللي كتبقى تكبرت وكترجع لك مشكل كبير. من الاول نقدروا نتجاوزوها. فالشيطان كيحضر مره، كنتمنوا اننا انا كدائما كنقول للشعب المغربي طيب، خصنا ديما نبقاو نتفكروا الاصل ديالنا، ونتفكروا كي كانوا والدينا وكي كانوا جدودنا، حيت ما يمكنش ولادنا نعطيوهم شي حوايج اللي حشومه. ولادنا ما عارف كي غير كيسمعونا كنعاودوا الجيران كي كانوا، المدرسه كي كانت حشومه، هاد لي جينيراسيون اللي طالعين ما يشوفوش كيفاش عشنا حنايا ديال بصح.
طولت عليكم ولكن هادشي كيضرني شي شويه في الخاطر وما كنهضرش بزاف فاش كنقرر نهضر. كنبغي نخوي كنبغي نقول لهم شهر مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه وبالسلامه وبالهنا وباي حاجه زوينه تمنيتوها، ونبقاو ديما خوت ونبقاو ديما متازرين.